هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط الأول للقعدان الإذاعة لأبناء الغبايل. نسير في هذه اللحظات إلى المركز الأول ونتابع هذا الانطلاق وهذا الشوط مخصصا للبكار مهجنات نواف. نتابع التحديات ونتابع تابعنا شوط المحليات الماضي وهنا نذهب مع هذا الشوط المخصص للابكار المهجنات الاذاعه الى المركز الاول الى الصداره والمقدمه قندهار عبد الله بن محمد بن علي بن حموده الكتبي على المركز الاول ليقدم لنا هذا الاسم بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات من جودة راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي على المركز الثاني غيرت بدورها إلى المركز الأول بينما المركز الثالث الشايبة محمد بن عبد الله بن دبيلة على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من خيال سهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي الذي يدفع باسم خيال على رابع المراكز. المركز الخامس هناك القدوم في هذه اللحظات من قبل البرشا أحمد بن هزيم بن محمد المسافري على المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس تقدمت في هذا الانطلاق الشايبة عيسى بن سعيد بن محمد العويسي على المركز السادس. المركز السابع أرى القدوم من قبل فجر محمد بن صقر بن عكب السلمي يقدم فجر في هذا الانطلاق المثير. المركز الثامن على الجانب الآخر شعاع علي بن سعيد بن سبيع الوهيبي على المركز الثامن. المركز التاسع في هذه اللحظات شوفوا 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 الأسماء ما شاء الله بدأت تدخل ببعضها في هذا المنافسة القوية والمثيرة. أرى هناك القدوم في هذه اللحظات من المايدية عبد الله بن علي بن نواس الكتبي وعلى المركز العاشر نقلتنا في هذه اللحظات إلى خيال سهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي. هنا هكذا النتيجة للعشر الأسماء المتقدمة هكذا النتيجة للعشر الأسماء الأوائل. نرجع إلى التحديات الأولى نرجع مجددا إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط إلى شودة شودة راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي الذي يقدم هذا الاسم على المركز الأول وعلى الصدارة في هذه اللحظات وهذه الانطلاقة المتميزة على بداية الشوط. المركز الثاني الشايبة عيسى بن سعيد بن محمد العويسي أحد الأسماء الرنانة متواجد هنا بهذا الانطلاق ليقدم الشايبة. المركز الثالث فجر محمد بن صقر بن عكوي السلمي على المركز الثالث غيرت إلى المركز الثاني يريد أن يهدي أهالي الهير وأهالي القبيب هذا الفوز أن حقق ذلك مع انطلاقة فجر. المركز الرابع أرى هناك القدوم من البرشا صاحبة الشكل المميز الشكل الفريد أحمد بن هزيم بن محمد المسافري بينما المركز الخامس تقدمت في هذه اللحظات شعاع علي بن سعيد بن سبيع الوهيبي يقدم شعاع وانضم التعابير مصبح بن مانع بن يمع الغويص السويدي الذي يقدم لنا انطلاق التعابير في هذه اللحظات الجميلة. أرى هناك الوصول في هذه اللحظات من قبل رهو حمد بن سعيد بن سبت الخيالي يدفع باسم رهو وهناك على الجانب الآخر بطولة عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري يدفع باسم بطولة. بدأ التحدي الآن بدأ الانطلاق المثير بدينا ننعطف مع هناك مع الكيلو الحاسم مع لائحة الكيلو المتر الأخير. نرجع إلى المركز الأول إلى التحديات الأولى. الله 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 يا شودة 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 راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي الذي يقدم شودة على المركز الأول في هذا الانطلاق المثير. المركز الثاني القادمة تعابير مصبح بن مانع بن يمعة الغويص الذي يقدم تعابير. المركز الثالث فجر محمد بن صقر بن عكوي السلمي في منافسة ثلاثية من أجل الفوز والانتصار ولكن
الغويصين. يا سلام، تعابير الغويص غيرت إلى المركز الأول. تعابير وهنا شودة وتعابير، شودة بن سرداح وتعابير الغويص في هذه المنافسة القوية. ولكن تعابير الغويص، تعابير أهالي رأس الخيمة مع المركز الأول بهذا الانطلاق، صاحبة الانجازات، صاحبة العوايد يا نواف مع المركز الاول. تعابير على المركز الاول، مصبح بن مانع بن يمعة الغويص، ولكن شودة قادمة، شودة بن سرداح، راشد بن سرداح الاكتبي، وتعابير على المركز الاول، تعابير مع الصدارة، شودة وتعابير. ولكن تعابير توكد الفوز، تهانينا والناموس لمالك تعابير، مصبح بن مانع بن يمعة الغويص السويدي يوكد الفوز مع تعابير. المركز الثاني شودة، راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي. المركز الثالث رقم 9 ألا وهي فقر محمد بن صقر بن العكوي السلمي. المركز الرابع رقم 12 كان من نصيب رهو حمد بن سعيد بن سبت الخيالي. والخامس يذهب إلى بطولة عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري. عودة إلى التوقيت الزمني 6:09 بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك تعابير، مصبح بن مانع بن يمعة الغويص السويدي.